عشان نعمل الفراخ البانيه معانا الفيليه الفراخ. طبعا في ناس بتحب تستخدم الصدور، في ناس بتحب تستخدم الوراك، في ناس بتحب القطعيه بتاعتها تبقى رفيعه قوي وسط تخينه، ده حسب طلبكم. المهم ان احنا معانا فيليه فراخ غسلناه كويس جدا بالدقيق والملح والخل، وبعد كده صفيناه ونشفناه من الميه بتاعه الغسيل. بعد كده محتاجين للتتبيل عندنا، ادوني اطباق الدقيق والبقسماط، عندنا زبادي او لبن رايب، اي حاجه من الاثنين، عندنا ليمون، ميه بصل، طماطم متقشره من غير القشر يعني، ملح وفلفل وكاري، توم بودره، حبهان بودره، عندي دقيق وبيض وبقسماط، وعندي زيت للقلي بكل الملحوظات اللي احنا قلناها مع بعض. هنعمل ايه هنا بقى في الكبه؟ هنحط ملح، فلفل اسود، كاري، حبهان بودره، توم بودره، عصير ليمون، ميه بصل، فرمنا البصل كويس قوي في الكبه مع ملح وعصرناه طلع منه الميه، زبادي او لبن رايب، طماطم متقشره، واقوم واخده كل ده وضرباه في الكبه كويس جدا عشان اتبل بيه الفراخ، واقوم واخده الفراخ اللي احنا غسلناها ونقعناها وصفيناها واقوم منزلاها هنا، واتاكد ان كل القطع واخده التتبيله مظبوط. ممكن كمان تشووها لو عايزين، زي ما بقول لكم مش لازم تكون مقليه. واقوم مقلبه الفراخ جواها كويس قوي قوي. بعد التتبيل اقوم ضربة البيض كده ومنزلاه مع الفراخ وخلطاهم كويس قوي. انا دول هاخدهم في البقسماط على طول، علشان برضو في ناس بتستصعب فكرة انها تحط في الدقيق وبعدين البقسماط، فاهو مفيش مشكلة خالص، طبقة واحدة وبعدين اقوم مدخلها على الفريزر. اللي قدامكم دي فراخ احنا عملناها من قبل وحطيناها في الفريزر، بصوا مجمدة، عشان لما اجي اقليها تديني النتيجة اللي انا عايزاها. اهو بيطلع حلو قوي ما فيهوش اي مشاكل.